15 سنة ما مصلي ولا صايم، وعمري الآن 30 سنة وبديت الآن أصلي وأصوم. يا مالك يا مالك، ما دام الإنسان على قيد الحياة، ما دام الإنسان عنده نفس ينزل ويصعد والموت بعد ما جاي، عنده فرصة أن يتوب إلى الله. الإنسان ما دام على قيد الحياة هناك فرصة للتوبة، والتوبة ما لها في الصيغة معينة ولا لها شيء، وإنما الإنسان بينه وبين الله يقول يا ربي أنا آسف، يا ربي أنا آسف، هواية لعبيت، هواية علي حال سربيت، هواية تعديت، هواية خرجت عن طاعتك يا رب، الآن أريد أرجع يا رب. أكو مجال لو ماكو مجال؟ رب العالمين من فوق عرشه يقول مرحبا بعبدي، مرحبا بعبدي. التوابون، التوابون عندنا روايات عن التوابين أنهم أعز عند الله، أعز عند الله من غيرهم. فمرحبا بك في رحاب الله، وهنيئا لك لإعادتك لإعادة علاقتك مع الله. ولكن يا مالك، اللي فات ما مات، رجاء انتبه، اللي فات ما مات، اللي فات من الصلوات لازم تقضيهن شوية شوية. ما أقول تعال باليوم صلي لك 100 ركعة، لا، مع كل صلاة صبح صلي لك في صلاة الصبح أو صلاتين صبح، مع صلاة الظهر صلي لك في صلاة الظهر الثانية قضاء. فاقضي ما فاتك من الصلوات، الصوم اللي فاتك اقضيه، الصوم اللي فاتك اقضيه. بس الكفارات كذا، أيضا أكو كفارات، ولكن إن شاء الله بعدين نتكلم عنها، أنه أنت بعد ما الله يوسع عليك اعطي الكفارات، ولكن الآن اقضي اللي فاتك، وهذا أمامك إن شاء الله تعالى راح يجيك فصل الشتاء. اقضي ما فاتك من الصوم شيئا فشيئا، وسجله بالورقة. أنا الحمد لله 30 يوم قضيت، خلص سنة من سنين رمضان أنا قضيته، وهكذا 30 15 يوم 14 يوم 3 أيام، اكتبهن احصيهن واقضيها إن شاء الله تعالى، الله يتقبل توبتك.